السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنديروا تصحيح لامتحان اللغه الانجليزيه مسلك العلوم الانسانيه. غنبداو اولا بقراءه النص اللي عندنا هنايا. Peter is an American tourist who visits Morocco with four of his friends. This is the story of their trip. دونك هنايا عندنا هاد بيتر هذا غادي يزور المغرب لاول مره هو والاصدقاء ديالو، وهذه هي القصه ديالو ديال هاد الرحله اللي غيدير. دونك عندنا دابا الفيرست باراجراف. I first visited Morocco in 1999 with a couple of friends as a self-guided tourist. قال لك هنايا زار المغرب في 1999 مع الاصدقاء ديالو اللي هما بلا ما يحتاجوا للقيد، يعني هما كانوا براسهم قيد ريوسهم، يعني بالانفس ديالهم. We bought plane tickets and went from place to place. يعني خداو واحد التيكت ديال الطائره باش يمشيو من بلاصه لبلاصه. We made daily decisions about where to go with help from people and learn with help from guide books like Lonely Planet. دونك خداو واحد الجيد بوك باش يقدروا باش يعرفوا فين يمشيو مثلا في المغرب البلايص اللي باغين يزوروهم. Our primary goal was to encounter people and learn about their culture. دونك كان من بين الاهداف ديالهم انهم يزوروا هاد البلد اللي هو المغرب، يتعرفوا على الناس، يتعلموا اللغه ديالهم، يتعرفوا حتى على الثقافه ديالهم. During our visit we met nice people who enjoyed meeting foreigners while to spend time with them know about their countries. دونك ملي كانوا في هذه الرحله هذه تلاقاو بناس اللي كيستمتعوا باللقاء ديالهم، كيستمتعوا باللقاء ديال الزوار، ديال اي واحد جا من بلاد غريبه، مهم كيستقبلوهم مزيان. Wanting to spend time with them know about their countries. دونك هما كانوا كيتمناو يدوزوا وقت مع هاد الناس ويعرفوا يعني البلدان اللي جايين منهم. ندوزو دابا للباراجراف الثاني. In the town of Tiznit, يعني في البلدة ديال Tiznit, we were sitting in a public area on hot summer day. كانت واحد المنطقة عمومية في الصيف، يعني في واحد النهار صيفي كان hot، يعني سخون. When a young man بينما واحد الراجل شاب named الحسن، يعني الاسم ديالو الحسن، came and sat next to me، يعني جا وجلس بالجانب ديالي. He began practicing his English with me. بدا كي يهضر معاه باللغة الإنجليزية، بالرغم حنا أنا كنعرفو حنا المغاربة، يعني فخصوصا الناس اللي كاينين في هاد المناطق مثلا تيزنيت مراكش وهذا، يعني كيكونوا كيتقنوا اللغة الإنجليزية، ولكن ماشي يعني بطلاق، يعني غير كي practicing وصافي. We had been enjoying a nice conversation for only about 15 minutes. يعني بداو كيهضروا واحد 15 دقيقه وكيستمتعوا، يعني الكونفرساسيون ديال بيناتهم، يعني كيهضروا ومستمتعين. When he invited us to his house. بينما هو عرض عليهم المنزل ديالو. We gratefully accepted and found ourselves among a tropical Moroccan family. يعني هما يعني قبلوا يعني بكل رحب، وهذا قبلوا انهم يمشيو معاه للمنزل ديالو حتى لقاو راسهم بين واحد الاسره مغربيه. We thought we would only be served a cup of tea and then leave for dinner in a restaurant. يعني هما كانوا كيظنوا انهم فقط غيعطيهم واحد يعني غيستقبلهم بكاس ديال اتاي وهذا، ومن بعد غادي يمشيو يخرجوا يتعشاو في واحد الغاستورون. ولكن شنو لقاو راسهم من بعد؟ حيت هادشي اللي كيديروا الامريكان، يعني الا كان جا عندهم شي واحد غريب ولا هذا ولا شي واحد من الزوار، يعني كيستقبلوهم في الاول الدار وهادو، ابري كيكون العشاء مثلا في شي غاستورون ولا شي حاجه على برا. We ended up sharing a huge dinner and hours of friendly atmosphere with the family. وفي الاخر سالوا بانهم خداو العشاء يعني غير تما في المنزل ديالهم، في واحد الاتموسفير اللي هو فريندلي مع الفاميلي ديال هذاك المين. Because my American friends and I were visiting Morocco for the first time. لأنهم هو هاد البيتر هو الأصدقاء ديالو كان ليهم أول مرة غيزوروا المغرب. We were somehow astonished by the customs of Eton. يعني هما كانوا
نوعا ما يعني سوربرايز، يعني كانوا متفاجئين بالعادات ديال الاكل اللي عندنا حنايا في المغرب. ان لايك ان امريكا، يعني بالعكس على امريكا، يعني هي المغاربه ايتن ويد يور هاندز ان تايم هونرد تراديشنال ان موروكو، يعني حنا عندنا من العادات ديالنا اننا كناكلو بايدينا في المغرب. if you ever have a chance to visit this country، يعني الا كانت عندك هنايا كيعطي مثلا نصيحه للناس اللي باغيين يزوروا المغرب هنا، if you ever have a chance to visit this country اللي هو المغرب، eat with your right hand using the thumb and the first fingers، يعني الا تحت لك الفرصه وجيتي للمغرب كل بايدك اليمنيه، يعني حنا كناكلو بالرايت هاند using the thumb، يعني الابهام كتستعمل الابهام و two fingers، وعندنا جوج fingers هما باش كناكلو. غندوزو دابا للباراغراف الثالثه. after the meal، يعني بعد الوجبه، our hostess said that we should not check into the hotel and they insisted on us sleeping at their home. يعني من بعد هاد الوجبه اللي تعشاو هذا، our host يعني اللي مستقبلهم قال ليهم انهم خاصهم بلا ما يحتاجوش يمشيو للوتيل وزعما ويباتوا تما، and they insisted on us sleeping at their home، يعني عطاهم انهم قال ليهم جلسوا وباتوا معنا في المنزل ديالنا. even after we refused multiple times، يعني بالرغم من انهم رفضوا شحال من مره، finally we accepted their kind offer، يعني في الاخر قبلوا هاد الاوفر ديالهم، يعني بهذا. من بعد the five of us staying the night sleeping in the main room of the house، يعني هاد the five of us، يعني هما كانوا خمسة باتوا هذيك الليلة في المين روم، يعني الغرفة الرئيسية في المنزل. the same scenery was repeated several times all over Morocco، يعني هاد نفس السين كتعود ديما عند المغاربة. in big cities like Marrakech and Fez as well as in smaller towns، يعني في المدن الكبيرة بحال مراكش فاس، وحتى بالنسبة للمدن الصغيرة. we were treated with great kindness and hospitality as our hosts offered us، يعني كانوا كيتستقبلوا بواحد great kindness and hospitality، يعني كانوا يعني المغاربة باش كنعرفهم انهم كيرحبوا بالزوار وهذا وكيتعاملوا معهم زوين، يعني بحال الاوستس اللي عرض عليهم هما. those offerings were usually so insistent that we gave in and were humbled to watch Moroccan families treat us like kings، يعني هما كانوا نوعا ما سوربرايز انهم شافوا العائلات المغربيه كيعاملوهم بحال الامراء. ندوزو دابا للباراغراف الرابع. while visiting Morocco as a tourist I was looking for a change in my personal life، يعني ملي زار المغرب كتوريست كان كيبحث باش يبدل الحياة الشخصية ديالو. a new adventure following my first visit in 1999، يعني ملي زار المغرب في 1999، I packed my bags and returned to Morocco، عاود جمع لي فاليز ديالو ورجع للمغرب. thinking I would just study Arabic for a while، كان يعني هو كيظن انه غادي غير يقرا العربية يعني في واحد المدة. but I finally stayed for 7 years، ولكن من بعد استقلت في المغرب 7 سنين. first working at language school، في الاول كان خدام كأنه في مدرسة ديال اللغات. and later setting up and running my own business، ومن بعد نشأ واحد المشروع وبداه يعني خاص به. working with foreigners who were doing business in Morocco، يعني خدم مع الأجانب اللي عندهم البيزنس ديالهم في المغرب. دونك هنا غنكون سالينا التكست اللي تعطى في الامتحان ديال 2020 الدوره العاديه للمسلك العلوم الانسانيه، وغادي ندوزو للبارتي ديال الكومبريهنشن. دونك هنا عندهم في البارتي ديال الكومبريهنشن عطين 15 نقطه. غادي ندوزو للسؤال الاول اللي كيكون غالبا كيتحط في كاع لي زيكزام ديال اللغه الانجليزيه، سواء المسلك العلوم الانسانيه ولا جميع المسالك. دونك اول كيسيون، answer these questions، قال لك جاوب على هاد الاسئله، يعني من التكست
من ماشي غادي تجيبهم من التكس يعني غتنقلهم حرفيا، ولكن من بعد القراءه ديال التكس والفهمه ديالو مزيان غتجاوب على هاد لي كيسيون. دونك اول كويشن، هاو ديد بيتر ترافل اون هيز فيرست فيزيت تو موروكو. دونك هنا شنو عندنا؟ هاو، دونك كيف بيتر سافر للمغرب اول مره. دونك الكيف هي هاو، ديما ملي كيكون عندنا الكيسيون ديال هاو كيكون الجواب باي، باي ضروري كنبداو باي. حاجه واحده اخرى عاوتاني بالنسبه للغه الانجليزيه، ما كيكونش مشكل انك تعاود الكيسيون وتعاود تجاوب، بحال الفرونسي كيقول لك خاصك الكيسيون تعاود تكتبها وعاد تجاوب، حيت كيقول لك يلاه كتجمع عليها نقطه واحده. بالنسبه للانجلي لا، يمكن لك تجاوب نيشان. غنعطيو اكزامبل هنايا، قال لك هاو ديد بيتر ترافل اون هيز فيرست فيزيت تو موروكو. دونك غادي تجاوب نيشان، غادي تمشي للتكست وغتلقى في الباراغراف الاولى by buying plane tickets and went from place to place. دونك نيشان، نيشان غادي تكتب by، دونك by ملي كتكون عندنا how ديما كنبداو by في الجواب، by buying plane tickets and went from place to place. دونك هذا الجواب ديال السؤال الاول، قلنا ديما ملي كتكون عندنا هاو كنجاوبو باي، يعني كنبداو باي وماشي بالضروره نعاودوا السؤال يعني من جديد. دونك نيشان كنجاوبو باي باين بلين تايكيتس اند وينت فروم بليس تو بليس. دونك دابا غندوزو للسؤال الثاني، وير ديد بيتر اند هيز فريندز سبيند ذير فيرست نايت ان ديزني. دونك هنايا عندنا باش كيبدا السؤال بوير، اذا اين بيتر اند هيز فريندز، يعني فين بيتر والاصدقاء ديالو قضاو الليله الاولى ديالهم في ديزني. إلى رجعنا للباراغراف الثاني غلقوا أنهم they spend their first night in Tiznit among a typical Moroccan family. دونك هما قضوا الليلة ديالهم عند واحد الراجل يعني النيم الحسن، ولكن يعني كل واحد على قد كيفاش غيكون الجواب، يعني من الأحسن أنه قضى الليلة ديالهم مع واحد العائلة مغربية. دونك they spend their first night in Tiznit among a typical Moroccan. هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. غندوزو دابا للسؤال الثالث، what did Peter and his friends like about Moroccans. دونك شنو اللي عجب بيتر والاصدقاء ديالو في المغاربه. دونك غندوزو هادشي غتلقى في الباراغراف الثانيه، الباراغراف الثانيه والثالثه. دونك they like the customs of eating، يعني حبوا العادات ديال الاكل اللي عندنا في المغرب. they like the customs of eating. عاوتاني اللي عجبهم the kindness، يعني اللطف ديال المغاربة، the kindness and the hospitality، يعني الترحيب، the hospitality of Moroccans. هكا نكون جبنا السؤال الثالث. دابا غندوزو للسؤال الرابع،
Where did Peter first work in Morocco؟ يعني فين كان أول عمل ديال بيتر؟ دونك هذه لقيناها في الباراغراف الأخر، قلنا الأول مرة خدم في language school. دونك نقولو his first work in Morocco. دونك بلا ما نعاودو نكتبو in Morocco was at a language school. هنا غنكونو ضمننا واحد ربعة النقاط، ربعة لي بوان لي كيكونو غير هكاك غير فابور، يعني الى رجعنا للتكست وقريناه مزيان وفهمناه مزيان غنكونو ضمننا واحد ربعة النقاط. دابا غندوزو للسؤال بي. عندنا هاد الكيسيون بي، هادي غالبا ما كتكون في كاع لي زيكزام ديال ترو اور فولس جاستيفاي. هنا عندنا قالك ار دي ستيتمنتس ترو اور فولس جاستيفاي، عليهم ثلاثه لي بوان. غادي ندوزو الاولى، ان بيتر اند هيز فريندز فيزيتد موروكو ويذ هيلب اوف ا تورست جايد. هادي قريناها في الباراغراف الاولى ملي قلت لكم سيلف جايدد، دونك هما كانوا يعني قادين براسهم ما يحتاجوش التورست جايد. دونك هادي فولز. وغادي نرجعوا للباراغراف الاولى، غتلقى I first visit Morocco in 1999 with a couple of friends as a self-guided tourist. يعني محتاجوش التورست جايد. عندنا عاوتاني السؤال الثاني، لحسن invited Peter and his friends to have dinner at a local restaurant. هذه في الباراغراف الثانية ملي قلت لكم انه كان كيظن انهم غادي يمشيو لشي local restaurant، مي في الاخر تعشاو غير مع العائلة ديالو. دونك هادي فولز. وغنرجعو الباراغراف الثانية، غنلقاو we ended up sharing a huge dinner and hours of friendly atmosphere with the family. غادي التالتة دابا، بيتر worked with the Moroccan businessman. قالك بيتر خدم مع businessman ماروكان. دونك حنا في الباراغراف الاخر قلنا foreigners businessman اللي عايشين في المغرب ولكن ماشي موروكان. دونك هادي فولز. justify ديالها كاينه في الباراغراف الاخر، working with foreigners who were doing business in Morocco. ماشي موروكان businessman، يعني هادو كاينين بثلاثه بهم فولز. هنا غنكونوا ضمننا ثلاثه لي بوين. غندوزو للسي، complete the following sentences. Peter and his friends visited Morocco in order to. دونك هاد in order to كتعني السبب، يعني علاش زاروا المغرب Peter and his friends. دونك Peter and his friends visited Morocco in order to encounter people and learn about their culture. هادي غتلقاو في الباراغراف الاولى، to encounter to encounter people and learn about their culture. This is السؤال الثاني، when Peter returned to Morocco his first plane was. يعني ملي بيتر رجع للمغرب شنو هي الخطه الاولى اللي كانت عنده. دونك هنا غنرجعوا للباراغراف الاخر، غنلقاو was، يعني his first plane was looking for a change in his personal life, a new adventure. كان باغي يغير من الحياه الشخصيه ديالو. دونك was looking for a change or change in his personal life. ندوزو دابا
التالت, when eaten with a Moroccan family Peter advises you to, يعني ملي كلا مع العائلة المغربية هذاك الدينر, Peter advises you to, يعني بيتر كان نصحنا بواحد النصيحة تو, نلقاوها في الباراغراف الثالثة. Not to eat with your right hand using the thumb and the first two fingers, حيت المغاربة كياكلوا باليد ديالهم يعني مقارنة in like American. يعني الادفايس كانت to eat with your right hand using the thumb and the first two fingers, يعني غتلقاو في الباراغراف. غندوزو دابا للدي, find in the text words which mean the same as. هاد السؤال دي كيكون ديما في لي زيكزام ديال لونغلي, خصوصا هذا يعني ضروري كيتحط يعني في اي اكزام. السؤال الاول people from other countries, يعني هنا كنرجعوا الباراغراف, عاطينك هنا بين قوسين باراغراف 1, يعني كترجعوا الباراغراف الاولى وكتقلبوا على المعنى ديال هادي. دونك الى رجعنا للباراغراف الاولى غنلقاو people from other countries هي foreigners. دونك هنا عندنا نعود ثاني الثانيه سوربرايز باراغراف 2. الى رجعنا للباراغراف 2 وقلبنا على المعنى ديال سوربرايز غادي نلقاو استونايشت. استونايشت كاينه في الباراغراف الثانيه, يعني غير من السياق ديال الجمله غادي تلقاو المعنى ديال هاد الكلمات اللي كيعطوكم في السؤال دي. يعني غير تعاود ترجع تقرا التكست مزيان ومن السياق ديال الجمله غتفهموا. عندنا الثالثه starting كاينه في الباراغراف 4, يعني ملي ارجع للمغرب عندنا rejoining. كاينه في الباراغراف 4. دونك دابا غيبقى لينا السؤال الاخر اللي هو اي, what do the underlining words in the text refer to, يعني هاد هاد اللي عطاونا هنايا غادي ترجع للتكست وغادي تقلب شنو لا يشكي يعودوا. عندنا هي غنرجعوا للباراغراف 2. الباراغراف 2 الى رجعنا للباراغراف الثانيه وقلبنا عليه عندنا هنايا هي, غادي نرجعوا من الاول وغنشوفوا على مين كيتهضر. دونك نرجعوا من الاول, in the town of Disney we were sitting in a public area on hot summer day when a young man named الحسن came and sat next to me. He began practicing his English. دونك هادي لمن كتعود على الحسن. الحسن هو اللي جلس حداه وبدا كيهضر معاه باللغة الإنجليزية. دونك هي كتعود على الحسن. دونك هنايا هي الحسن. غادي نمشيو دابا نشوفو از في الباراغراف 3. غادي نلقاو از هنايا. دونك غادي نرجعو من الاول ونشوفو على من كتعود. دونك هاي هنايا, we were always treated with great kindness and hospitality as our host offered us. دونك هنايا we were على من كتعود على بيتر والأصدقاء ديالو, يعني كانوا كيتعاملوا معاهم المغاربة بواحد الكايننس والهوسبيتاليتي. as our hosts offered us, يعني بحال المضيف ديالهم كيف ما عاملهم, يعني us كتعود على بيتر والأصدقاء ديالو. دونك نرجعو هنا عندنا us paragraph 3 بيتر and his friends. دونك هنا غنكونو سالينا التصحيح ديال الامتحان
امتحان ديال الدورة العادية في اللغة الإنجليزية مسلك العلوم الإنسانية، الفقرة ديال الكومبريشن، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نكملو اللينجويج.